المواقف الكبيرة وفي المفاجآت بننطرها أسبوعياً من طارق. أهم حدثين هلأ أني حدث مغارة جعيتا وحدث اشتراكي بديو المشاهير. والله صوتولي صوتولي أوف 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 جمهوري نسي النوات جمهوري نسي النوات وأنا نسيت كمان. طارق بلش بالتحدي لكن حتى بالإراديات نسي الكلمات. جمهوري نسي النوات واعتبرها تجليطة حالف شو باخد أصوات لحجيرهن لجعيتا وحالف شو باخد أصوات لحجيرهن لجعيتا. إذا جعيتا الكواليتي تبعها مثل الكواليتي مغنى طارق كارثي. لكن قد ما عمل طارق حصل على 2 نو أو وحدة ياس. كتير عم تقسوني كتير عم تقسوني. أوف 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 هاللجنة اللي بحبها كتير هاللجنة اللي بحبها كتير عطول بتقسى علي لح جرب البس قصير وجنو كحل عيني ولح جرب البس قصير وجنو كحل عيني. لحظة طارق لا لحظة اسمعوا شوي قبل شوي مرق حدا لبس كتير قصير وأشقر روسي على ليتواني على سويد كنت جوا أنا جماشة أوكي بديو المشاهير كل أسبوع في تصويت وفي نتائج فمين رح يبقى معنا للنهائيات بهالموسم من سيلبريتي دوات. يس نو نو يس واصل